الواحد أمين نقرأ بنعمة المسيح جزء من الإصحاح الخامس من إنجيل معلمنا متى البشير في معجزة شفاء مريض بيت حسدة وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع إلى أورشليم وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة لها خمسة أروقة في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصب يتوقعون تحريك الماء لان ملاكا كان ينزل احيانا في البركه ويحرك الماء فمن نزل اولا بعد تحريك الماء كان يبرا من اي مرض اعتراه كان هناك انسان به مرض منذ ثمانية وثلاثين سنه هذا راه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا فقال له أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بينما بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر قال له يسوع قم أحمل سريرك وامشي فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى وكان في ذلك اليوم سبت والمجد لله دائما ابديا امين زي ما اتكلمت وياكم في الاسابيع الماضيه اتكلمت عن سفر حبقوق وسفر زكريا وسفر حجي النهارده عايز اربط ما بين سفر ناحوم واحد المخلع اللي نحتفل به الاحد القادم احد أو معجزة مريض بيت حزدة كلمة بيت حزدة دي كلمة عبرانية زي بيت لحم كده معناها مكان الرحمة أو موطئ أو موضع الرحمة وسفر نحوم اللي ناخده ونحاول نربط بين أحداثه وبين هذه المعجزة كلمة نحوم زي كلمة النياحة معناها راحة أو تعزية أو نياح وده كان تعبير رمزي باسمه يعني باسم نحوم عن سقوط مملكة أشور اللي أهلكت مدنا كثيرة وفي نفس الوقت سيكون هذا السقوط تعزية لإسرائيل اللي برضو قاست ال معاناة شديدة وألمات شديدة على يد أشور عايزك تعرف أن السفر ده برضو سفر قصير زي السفر بتاع الأسبوع الماضي بتاع حجي والسفر ده سفر ثلاث الصحات لكن هو كله مكتوب بالشعر وكل آية تبتدي بآخر حرف في الآية اللي قبلها وهكذا طبعا في العبرانيه وهو قصائد كلها مرتبة بالحروف الأبجدية وكلها مكتوبة في شكل شعري وفي بعض الآيات أحب أقف وياك عندها زي آية في نحوم واحد ثلاثة يقول الرب إله غيور ومنتقم الرب منتقم وزو سخط الرب منتقم من مبغضيه وحافظ غضبه على أعدائه في نحوم واحد ستة يقول من يقف أمام سخطه من يقوم في حمو غضبه غيظه ينسكب كالنار والصخور تنهدم منه دي بعض آيات يعني لكن زي ما قلت لك هي كلها بتتكلم عن سقوط مملكة أشور اللي كان عاصمتها نينوى لو تفتكر ويايا في سفر يونان بيتكلم على توبه اهل نينوى وكانت اعظم توبه ان كل الشعب تاب وزي ما بنحكيها في سفر يونان لكن اهل الشعب ده بعد اجيال حوالي 150 سنه رجعوا للخطيه تاني ونينوى دي عاصمه اشور مملكه اشور شمال العراق وايران وفي العهد القديم يعني وسفر نحوم بيسجل سقوط نينوى وسقوط العاصمة وسقوط المملكة اللي هي مملكة أشور هو ثلاث إصحاحات الإصحاح الأول بيتكلم عن هذا السقوط وبيتكلم بطريقة يبين فيها تعامل الله مع الأشرار يقول كده الرب بطيء الغضب عظيم القدرة لكنه لا يبرئ البتة الرب بطيء الغضب عظيم القدرة ولكنه لا يبرئ البتة الله هو صانع التاريخ لكن في التاريخ في ممالك عاشت في الشر وصنعت الشر و الممالك دهية وصلت في شكل من أشكال الكبرياء وتشامخ الروح وسقطت بعد كده في الإصحاح الثاني في السفر يتكلم بقى على سقوط مدينة نينوى العظيمة أنت فاكر نينوى لما اتكلمنا عليها في سفر يونان كيف كانت مدينة عظيمة وكانت المملكة ونينوى في حال من الغنى الشديد والثراء والعظمه. بعد كده بيتكلم ان نينوى هي العاصمه، بيتكلم في الاصحاح الثالث بقى اللي عن سقوط المملكه ككل، مملكه اشور والمملكه دهيت صنعت شرور كثيره جدا وتنتهي في هذا السفر. ويقول لنا في اصحاح واحد في سفر نحوم يقول صالح هو الرب حصن في يوم الضيق وهو يعرف المتوكلين عليه دي في نحوم واحد سبعة تعالى نعمل ربط روحي ما بين أحداث معجزة شفاء مريض بيت حسدة وبين سفر نحوم السفر اللي قلت لك عليه بيتكلم عن التعزية أو عن الراحة أو على النياح أول حاجة في ربط ما بين الاسمين نحوم وحزدة بركة حزدة وبركة حزدة دي كانت عاملة زي صوابع الإيد كده كده مية ودي أرصفة الناس يبقوا قاعدين عليها وزي بالظبط لما بنسمع كده مستشفى اسمها مستشفى الرحمة أو مستشفى المواساه كانت بركة حزدة زي كده وفي مستشفيات في العالم كتير بنفس الاسم ده والناس موجودين على الارصفه ده هي يقول لنا في الكتاب هنا كان لها خمسة أروقة اللي هي زي أرصفة والناس مطروحة يمين وشمال مستنين إن الملاك ينزل ويحرك الماء أول حاجة عايزك تعرفها إن في ربط قوي ما بين الاسم اسم السفر نحوم واسم البركة بركة حزدة الله هو الرحوم الله هو الذي يعزي ربنا هو اللي بيطبطب على البشر هو اللي بيشفي المرضى ويشفي المفلوج ويفتقد الانسان البعيد والقريب وهو ملجا الامان بنقدر نوصل له وهو سبب التعزيه في اي الم او معاناه بيتعرض لها الانسان زي ما بنقرا بعض ايات سفر نحوم نمرة اتنين انك في المكان ده كنا نجد مرضى كثيرين مرضى كتير والمرضى دول كان زي ما بيقول لنا الكتاب هنا مرضى وعمي وعرج وعسم عسم يعني مشلولين يعني اطرافهم مشلولة صاحبنا ده كان بقاله هذا الزمن الطويل وكان واحد منهم مضجعا جمهور كثير اسمع كده في يوحنا خمسة ثلاثة في هذه كان مضجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصب يتوقعون تحريك الماء طبعا كل واحد بالألم بتاعه وبالمرض بتاعه وبالتعب بتاعه وطبعا المرضى دول ما كانوش قاعدين ساكتين كانوا بيتأوهوا من الألم ولك إنك تتخيل شكل المكان وإن كان في واحد قاعد وياه حد قرايبه صاحبنا اللي بنحكي معجزته النهارده ما كانش في حد جنبه خالص المهم في سفر نحوم في اصحاح اتنين يقول ايه فراغ وخلاء وخراب وقلب زائب وارتخاء ركب ووجع في كل حقو حقو اللي هو عظمتين الحوض الحقوين واوجه جميعهم تجمع حمره نوع من الحمرة نوع من الحمى ممكن شوف كل الألم ده فراخ دي في نحوم اتنين عشرة فراغ وخلاء وخراب وقلب زائب زائب يعني خايف وارتخاء ركب مش عارفين يسلبوا طولهم ووجع في كل حقوين واوجه جميعهم تجمع حمره وده بيحكي الضعف اللي كان موجود في الامه القديمه وفي العهد القديم وزي بالظبط ما انجيل يوحنا بيصف المرضى الموجودين في عند البركه انهم مرضى وعمى وعرج وعصب الخطيه ايضا تنشئ في كيان الانسان الفراغ والخراب والخلاء واحد يبقى فاضي قلبه فاضي من جوه و والمرض الجسدي يعمل بقى كل الأعراض دهية قلب خائف أو زائب ارتخاء ووجع في كل العض احمرار في الوجه تعبير عن الحزن والانكسار حالة الإنسان حالة الخطية وتخيل البركة دي قاعد عليها عشرات من الناس وعشرات من الناس مش مرضهم يكون النهارده ده مرضهم ممكن يبقى له زمن زي آه هذا المريض اللي هو تمت فيه المعجزه 38 سنه اتخيل شكل المعاناه والالم الشديد في هذا المكان هذا ما تصنعه الخطيه في الانسان ان قلت لك اول حاجه في ربط ما بين اسم البركه واسم السفر نحوم فالامر الثاني هو وجود مرضى كثيرون في هذا المكان. الامر الثالث بقى ان السيد المسيح بيكشف الفكر يقول لنا كده في عدد خمسه وسته في انجيل يوحنا وكان هناك انسان به مرض منذ 38 سنه زمن طويل قوي هذا راه يسوع مضجعا وعلم ان له زمانا كثيرا فقال له اتريد ان تبرا عايزك تاخد بالك ان السيد المسيح بيكلمه عن الشفاء مش بيكلمه عن المرض احيانا احنا نتقابل ويا بعض المتالمين نكلمهم عن الألم وننسى نتكلم عن الرجاء والشفاء فالبداية كده تصور يقابل واحد مطروح على البركة بقاله 38 سنة أتريد أن تبرأ؟ هل عندك الإرادة ولا استحليت قعدة المرض؟ ولا قعدة المرض دي نستك الصحة؟ في سفر نحوم في إصحاح واحد عدد سبعة يقول صالح هو الرب حصن في يوم الضيق وهو يعرف المتوكلين عليه يعني ايه بالايه ده هي ان الواحد ملوش ملجا شفاء او صحه غير في شخص المسيح الرب حصن في يوم الضيق هو الشفاء في يوم المرض هو يعرف المتوكلين عليه وطبعا المفلوج اللي كان موجود هو يعني في سفر نحوم بيقول لك يوم الضيق ده بقى مش يوم الضيق ده 38 سنة ضيق احنا بنقول الكلمة كده واحنا قاعدين مستريحين لكن تخيل إنسان لم يكن معه أي آخر واجتاز هذه الألمات وربما مرضه ابتدى خفيف وزاد مع الأيام وبهذه الضيق اللي هو حال المخلع حاله حاله المؤلم هذا الضيق يجي ويقول له اتريد ان تبرأ ده بيوصلنا للخطوه او النقطه رقم اربعه ان غياب البشر في احساسهم بالاخرين يجاوب المريض ويقول له يا سيد ليس لي انسان ودي صرخة في منتهى الألم ليس لي إنسان يا البركة اللي مليانة المرضى والعمي والعرج والعصب واللي بيزوروهم ناس واقفين جنبهم ناس في وسط الزحمة دي كلها تقول ليس لي إنسان يا سيد ليس لي إنسان هو ده حاله في نحوم اتنين تمانية يقول آية غريبة قفوا وقفوا ولا ملتفت ولا حد واخد باله ولا حد بيفكر في الراجل العيان ده و واضح إن هذا الإنسان صار متروكا ومرذولا ومحدش بيفكر فيه أو زي ما بنصلي في صلواتنا الذين ليس لهم احد ان يذكرهم ويعني مهما اوتينا من فصاحه اللغه والبلاغه لن نستطيع ان نصف الم هذا الانسان او المسيح بيكلمه طبعا ما تروح على الارض وان كان على فرشه فرشه تكون دابت من السنين وحاله هدومه تكون دابت من السنين وربما ناس تعطفوا عليه بأي شكل من صور العطف والرحمة لكن ليس لإنسان لا قريب ولا غريب ولا جار ولا إنسان حتى يسأل عليه أو حتى إنسان يزق الزقة اللي كان عايزها عشان ينزل في المية لما الملاك حرك المية وضع صعب للغاية والمشهد بالصورة دهيت بتبين ان الاتكال على البشر لا ينفع الاتكال على الانسان لا ينفع اتكالك على الله وهو بالصورة دهيت ومرضه الطويل ولم يلتفت له انسان وربما ايها الاحباء نقول ان الناس ايه ما عادش في قلبها رحمة فين رحمة الله في قلب الناس دي؟ طب ما فيش واحد يتحنن عليه طب ما فيش واحد ينظر ربما البعض يتافف منه او يتافف من مرضه او من تعبه او يعني شايفينه كده كانه كم مهمل. في الخطوة رقم خمسة تمتد يد الشفاء والله يشفي. يقول لنا في الكتاب هنا قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالا برئ الانسان وحمل سريره ومشي دي في يوحنا خمسه ايه ثمانيه وتسعه وخد بالك من الكلمات الحاسمه قم احمل سريرك الفرشه بتاعته يعني اللي كان ما تروح فيها على الارض من السرير يعني زي السرير اللي في ذهننا وامشي يعني مش يقوم بس ده يقوم ويشيل ويمشي فحالا فحالا برئ الانسان وحمل سريره ومشى في سفر نحوم في اصحاح واحد واتنين ايتين يماثلوا المعنى يقول كده في اصحاح واحد عدد 13 والان اكثر أكثر نيره عنك وأقطع ربطك يعني المملكة مملكة أشور اللي كانت بتحكم إسرائيل وتنتصر عليه وتهزمه وتسبب له ألامات شديدة يقول كده الآن أكثر نيره عنك وأقطع ربطك ربط اللي هو الذل والهوان اللي انت فيه وفي نحوم اثنين عدد واحد يقول شدد الحقوين مكن القوة جدا عايزك تاخد بالك ان الراجل عيان ده كان مربوط في السرير مربوط بالمرض طبعا مش بخيوط يعني او حبال باينة لكن مربوط وصار مقعدا تحركش لكن يجي الفعل فعل القيامة قم ويبتدي خيوط ربطه بالمرض بكلمة المسيح تنقطع عمل بالضبط زي الكلمة الأولى اللي بنقولها في التسبحة ساعة ما نبتديها قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات قوموا يا بني النور اوعى تسيب نفسك للكسل أو اوعى تسيب نفسك للمرض الراجل ده يبتدي يقوم الخطوة الثانية يحمل السرير والخطوة التالتة يمشي على أنه وده يبين أن عادت له الصحة كاملة تعرف الواحد لما يتبن في ربنا يحفظكم في حالة المرض يبتدي الصحة تيه كده بشوية يقول لك فتره النقاهه خطوه بخطوه وبعد شويه يقول له طب امشي جنب السرير طب امشي لغايه الحمام طب شويه بشويه يبتدي يستعيد صحته يقول له طب خلاص انت بعد اسبوع هتبقى زي الفل بعد كمان عشر ايام تنزل لشغلك كل دي خطوات طبيعيه بنشوفها كل يوم لكن في حال شفاء هذا المريض يقول له الاول قم الفعل الاول وبعد التاني احمل سريرك والتالت امشي تعبير عن الصحة الكاملة يقول لنا في سفر نحوم شدد الحقوين الحقوين اللي هو زي ما قلت في الأسبوع الماضي الحقوين اللي هم عظمتين الحوض لما بيشدهم الإنسان بحزام أو بنسميها في الحياة الدائرية المنطقة اللي هي تربط الحقوين يوم الإنسان يبقى مستعد للحركة يمكن بتلاحظوا اللي بيشيلوا وبيحطوا أو بعض الفلاحين في الحقول يربط وسطه علشان يقدر عضلاته يتحكم فيها في الشيل والحط ويسند العمود الفقري وياه يقول لنا في سفر نحوم مكن القوة جدا دي في نحوم اتنين واحد الله يشفي لو جينا في نقطة نمرة ستة يقول لك عن الله أنه يقول يصنع خيرا اسمع كده في يوحنا خمسة أربعة عشر فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه برغم المعجزة تمت يوم سبت ودي مشكلة الفرسين واليهود أنهم كانوا ينظروا للسبت أنه أهم من الإنسان ينظر للشيء أنه أهم من الشخص ينظر ان الشخص تم شفائه يوم سبت يسيب الشفاء ويسيب المعجزة وعظمتها ويبص على انها تمت بس يوم سبت ده معناه ان قلبه محصور وقلبه ضيق خالص وذهنه ضيق جدا وزي ما هنعرف في الاسبوع الجاي عن المولود اعمى ايضا المولود اعمى والفرسين وحكايتهم وياه يقول لنا فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه المسيح الذي كان يجود يصنع خير في سفر نحوم يقول هو وزع على الجبال قدم مبشر مناد بالسلام عيدي يا يهوذا أعيادك أو في نزورك فإنه لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك خلاص افرحي النفس تفرح بالصحة فرح الصحة هنا الصحة الجسدية والصحة النفسية والصحة الروحية ولما شافوا اليهود شافوا الرجل المفلوج ده هو أو مريض بيت ده قايم وبيتحرك كأن نبوة نحوم هنا بتتحقق يقول له هو على الجبال قدما مبشر منادم بالسلام صاحبنا لما قام وتحرك وشافوه اليهود مضى هو وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه صار هو مبشر بهذا السلام وبعدين يقول لنا في سفر نحوم في نحوم واحد عشر عيدي يا يهوذا أعيادك أوفي نزورك بمعنى افرحي يعني فإنه لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك خلاص قام الإنسان من جديد نال كان زمان في العهد القديم في ربط ما بين الخطية والمرض فلو كان إنسان مرضه صغير يبقى خطيته صغيرة إن كان مرضه كبير أو تقيل يبقى خطيته كبيرة أو تقيل طبعا اليهود سابوا حكاية شفائه وأنه نال الصحة بعد 38 سنة هو مطروح على أرصفة البركة دهيت ولم ينال شفاء سابوا كل ده وقفوا عند كلمة السبت والكتاب يأكد لنا في عدد تسعة وكان في ذلك اليوم سبت المسيح كان يتعمد أنه يصنع هذه المعجزات الباهرة في يوم سبت لعلهم يبصرون لعلهم يفهمون لكن برغم كده ماتوا وزي ما بيعبر الكتاب في سفر في انجيل معلمنا يوحنا ماتوا في خطيتهم ماتوا في خطيتهم من غير ما يفهموا ومن غير ما يدوا لنفسهم فرصه انهم يستنيروا في الخطوه بقى الاخيره هنا المسيح يقابله يقابل الرجل ده بعد ما تم شفائه بقى وبيتحرك وبيروح وبيجي وبيحضر المناسبات وكل شيء فيقول لنا كده في عدد 14 في انجيل يوحنا يقول ها انت قد برئت فلا تخطئ ايضا ومن هنا جه ربط الفكر كان موجود عند اليهود ربط الفكر بتاع المرض والخطيه لئلا يكون لك اشر يعني يبدو ان الخطيه بتاعته كانت خطيه كبيره ولذلك كان المرض بتاعه مرض كبير ومستمر الوقت طويل في سفر نحوم في عدد في إصحاح واحد عدد سبعة يقول الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة ولكنه لا يبرئ البتة الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة يعني ربنا بيطول باله علينا جدا 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 ويطول باله على الإنسان في سقطاته سواء بإرادته أو بغير إرادته وعظيم القدرة يقدر يخلي الشخص المريض أبو 38 سنة يقف ويقوم ويمشي ولكنه لا يبرئ البتة يعني لا يعطي البراءة لإنسان لم يتوب هيديله البراءة إزاي إذا كان إنسان مازال في خطيته وهو للسبب ده قال له لا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر عايزك تاخد بالك من حاجتين الحاجة الأولانية إن السامرية بتاعت الأسبوع اللي فات والنهاردة بتاعت أحد المخلع والمرة الجاية بتاعت المولود أعمى كلها تمت جنب المية وده كان إعداد للموعظين لنوال سر المعمودية لكن الحاجة التانية اللي تاخد بالك منها إن إذا كان الإبن الضال غلط مرة ورجع والسامرية غلطت خمس ست مرات ورجعت لكن هنا المفلوج او مريض بيت حز ده بقاله 38 سنه عمر طويل ايه اقول لك نص عمره نص عمره الابن الضال كانت مره سامريه خمس ست مرات ده هي بقى مرات كتيره وصلت الى يمكن منتصف عمره او جزء كبير من عمره خد بالك الرب بطيء الغضب عظيم القدره لا يعاقب سريعا هو يشفي المخلع ولكنه لا يبرئ يعني يقول له لا تخطئ مره اخرى لئلا يكون لك اشر ما ترجعش بقى للخطيه بتاعتك واحنا اذا كنا الابن الضال كان مثل و نتوقع في المثل لابن الضال ده صار إنسانا تائبا أحيانا يسموه مثل الابن الشاطر لأنه عاد إلى بيت أبيه في المرأة السامرية صارت إنسانة كارزة وعاشت حياتها بقى خادمة النهاردة المريض بيت حزدة يعود في صحته وينبهه المسيح ها أنت قد برئت ابتديت بداية حياة جديدة فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر أحد الصوم الكبير يبقى حلو جدا أنك تحط نفسك في كل حدث وعشان تشعر به وعلشان تطلب من الله هذه التوبة لقلبك وعلشان تأخذ فرصة جديدة أنك تبتدي بداية جديدة بداية توبة والصوم كله على بعضه بأسابيعه وظيفته انه نعمل عمليه تجديد لحياتنا القلبيه والداخليه بحيث ان الانسان يوصل لغايه يوم الصليب ويوم القيامه يوصل انسان جديد الصوره الجميله ده هي تحطها قدامك باستمرار الاسبوع ده خد انك تقرا سفر نحوم زي ما قلت لك هو سفر صغير وثلاث اصحاحات فقط وركز على وعود الله للمتكلين علي عليه للمتكلين على رحمة الله وحاول تحفظ بعض الآيات القوية كده اللي تتناسب مع أحد شفاء مريض بيت حزن المسيح يباركنا كلنا ويعطينا هذه النعمة نعمة التوبه النقيه في حياتنا لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين